هي الفكره ديال ميس جولد، كانوا شي اصدقاء نظموها في الجزائر وتظاهرة نجحت لهم. حنا قلنا علاش لا حنا نظموها في المغرب والتظاهره ان شاء الله تزيد يزيد بالمغرب القدام، حنا غيورين على بلادنا. وجات الفكره جات زوينه، وهذه اول تجربه ديالنا في المغرب، والحمد لله نجحت كما شفتي. وكانوا فنانين تبارك الله، عاونونا في لي كاستينغ، وقفوا معنا، منهم تحيحيت فاطمة تحيحيت، منهم موس ماهر، كانوا شي اسماء من بعد ان شاء الله حتى النهار ديال الفينال ان شاء الله والحفل، وغنشوفوهم ان شاء الله. انا كمثل مدينة جديدة كانوا انني مشاركة في ميس جولد ماروك. الهدف ديالي هو في الحقيقة انني انا ما شوية على الجمال ولكن بزاف على الخير. مني عرفت باللي كيديروا جمعيات خيرية وداكشي ارتاحيت، وشي حاجة اللي شجعتني بزاف، حتى كان بإمكاني نجي ندوز كاسينغ ونمشي. بصح مني عرفت كاين جمعيات وداكشي خلاني نبقى. المشاركة ديالي جات عن طريق انترنت، دونك على لاباج فيسبوك لقيت لانونس واتصلت بالناس، والحمد لله كانوا بزاف ديال المراحل دزنا منهم. دونك وانا من الناس اللي دزت المرحلة الفينال. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.